والآن إلى جولة عن أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. الأهلي يبدأ رحلة التنقيب عن دوري الأبطال. الأخبار: الإصابة تحرم الأهلي من السعيد أمام النصر. الوفد: الأهلي يحارب إجهاد الدوري بالتدوير ويمنح الفرصة للبدلاء أمام النصر. المصري اليوم: البدري يعنف باكاماني. الوطن: أيوب نعاني من ضغط المباريات وبديل السعيد جاهز. وفي الشروق: البدري بعد الفوز على الأسيوطي نجحنا في تعويض غياب السعيد بعد خروجه للإصابة. اليوم السابع: الأهلي يعلن جاهزية أزارو وأجاييه لمواجهة النصر غدا. فيتو: الأهلي يتواصل مع سفارتي مصر بالجابون وبوركينا فاسو استعدادا لإفريقيا. يلا كورة: البدري أزارو مؤهل للانضمام للمنتخب المغربي وأتمنى وجوده بالمونديال. يورو سبورت عربية: مدرب الأهلي يزف بشرى سعيدة لشريف إكرامي. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة: زي النهاردة 18 فبراير 2007 توج النادي الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثالثة بعد فوزه على النجم الساحلي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وأقيمت المباراة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء الاتحاد الإفريقي. وسجل الأهلي على الترتيب شادي محمد، فلافيو، عماد متعب، أحمد حسن استاكوزا وعماد النحاس. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.